مع رابح موهبة البلد لهالموسم لؤي كاسب. البلد انت صاحب موهبة النحت على البيض اللي حصد الفيديو الخاص فيها على الام تي في ويب سايت اعلى نسبة متابعة بلغت 27408 مشاهدات. كنت متوقع هالنتيجة، كنت متوقع انك انت تتصدر، ولكن عندك تخوف انه غير مواهب؟ يعني كنت متوقع بس مش بهالنسبة يعني اربح، يعني نسبة، لانه الفرق كثير بينك وبين المواهب اللي كنت متوقع تبعت، بس مش بهالعدد الفرق بين موهبة وموهبة. الحمد لله. شيخ، لوين بتحلم اليوم تاخدك موهبتك؟ بطمح انه يصير كل دقيقة بعيشها بحياتي تكون لها معنى، اقدر اعبر عنها بالفن، بالنحت، لانه مشان معاني حياتي ما تروح على الفاضي. نعم. انه اهم شيء بالفن بخلي حياة الشخص حلوة ولها قيمة عالية. بتذكر وقتها جيت على حديث البلد، نحت لنا ام تي في ونحت لنا حديث البلد ب يعني فتره زمنيه قصيره ورا الكواليس. الليله شو عم نشوف قدامنا؟ عم نشوف منحوتي بسميها الامل. نعم. هي ما كنت متوقعها تزبط معي، وبقى عندي امل. نعم. وحتى تزبط معي منحوتي كثير صعبه. نعم. ونحن بوطن بحاجه لامل لحتى ننسى الالم، يعني فيها شكل سبيرال وشوي يمكن لونها بذكر بالارز اللبنانيه. مزبوط. قصدت الاخضر، اخضر والامل وقوه الارز بيعطينا. نعم. الامل والاخضر والمنحوت الثانيه هي مسميها درب الحياه. هي عباره عن حياه اي شخص، فيها نجاحات، فيها فشل، فيها ايام حلوه، ايام مره، وبالنهايه رح تنتهي الحياه. البيضه مش موصوله من تحت البعض، انه الا نهايه. نعم. يعني بتوصل لمحل خلص بتنتهي، مقطوعه يعني البيضه. يعني عن جد بدنا نهنيك على هالشغل الدقيق واللي اكيد بياخذ وقت، وبدنا نسلمك تروفي حديث البلد موهبه البلد لموسم 2015. نحن بدنا نقول كمان انه للمواهب الاخرى، وفي مواهب كمان جيده جدا قطعت معنا واللي ما فازت بالنسبه الاعلى، انها كمان مواهب متميزه وربحانه وبتستحق منها كل تقدير، حتى انها لفتت نظر وسائل اعلاميه ثانيه ضوت عليها بدورها وشجعت جمعيات انسانيه انها تكون ضمن نشاطاتها هالصيفيه. بنتمنى لهم كلهم كل التوفيق، والف الف مبروك شيخ لؤي. شكرا.